في ناس على الحقيقة في الدنيا بتعاني، احنا مش في الجنة، احنا في الدنيا. والاستخفاف بمعاناة الناس هو نوع من قسوة القلب، لكن على الحقيقة ربنا أثبت في القرآن وعلماء النفس علمونا إن في ناس مننا بتستدعي المعاناة. والشخص اللي بيستدعي المعاناة لو كان منعم، استدعاءه للمعاناة بيفقده جمال النعمة اللي هو عايش فيها. ولو كان بيعاني إيراط، استدعاءه للمعاناة هيخليه يعاني 10 إيراط ويضاعف معاناته. يعني إيه يستدعي المعاناة؟ استدعاء المعاناة إن الإنسان يرى النعمة بعين الاستحقاق. عادي جداً إن أنا باكل وبشرب وبلبس وبخرج كل يوم، ده طبيعي، لكنه يرى البلاء بعين التضخيم، فهو في معاناة دائمة. مع إن في ناس عندهم نفس ظروفه بالظبط مش بيشعروا بحجم المعاناة اللي هو دايماً حاسس بيها وبيستدعيها. الواقع والقرآن والسنة بيقولوا إن الحياة فيها أشياء سهلة ميسرة تحصل عليها بسهولة، وفيها أرزاق مادية ومعنوية لا تأتي إلا بالكبد والكتح. القرآن والسنة بيقولوا، والواقع أثبت كده، إن البشر فيهم الناس السلسة والكريمة، وفيهم الصعب القاسي الخبيث. وربنا ما خباش عننا ده كله، بل ربنا أخبرنا إن ثقل ميزانك في تعايشك مع الحياة رغم حلوها ومرها وعدم اعتزالك للحياة. فلما تسأل واحد مننا أخبارك إيه، يقول لك مطحون في الشغل، مطحون في الزحمة، الناس بقت وحشة قوي، طالع عينيا عقبال ما بعت الشقة بتاعتي. طيب أنت بعتها بكام؟ أنا بعتها بـ1,000,000 جنيه، وأنا ما كنتش هبيعها إلا بالسعر ده، أنا كان لازم أستنى. طب ما أنت اللي كنت عايز سعر عالي، فأنت اللي تعبت عشان تحقق الإنجاز العالي. يا أخي قول الحمد لله. آه يا سيدي الحمد لله. خدت بالك؟ هو قال أنا مطحون وطلع عينيا بقلب قوي، وقال الحمد لله عادي بإحساس سطحي، واللي طلع من القلب هو المعاناة، عشان كده بيسيطر ويقعد في القلب. أنت عمرك دخلت الجيم فلقيت واحد عضلاته نفرة قوي كده وعروقه نفرة وبيشيل وزن تقيل بمقاومة شديدة كده، قلت له أخبارك إيه؟ قال لك والله تعبان في الجيم قوي، والأوزان تقيلة قوي، واللعبة صعبة قوي. اللي بيتكلم كده ملوش في الرياضة، إحنا أصلاً بنتسابق جوه الجيم اللي يشيل أكتر، عشان ده اللي بيطلع عضلات أكتر. هو ده بالظبط أثر المعاناة في الحياة. أنت عشان تعدي امتحان صعب، أو عشان تحوش قرشين وتكبر نفسك، أو عشان تنجح في المنافسة على لقمة العيش في ظل هذه الحياة التنافسية، أو عشان تقدر تستحمل مرضك وتطلع منه مغفور الذنب وراضي القلب، لازم يكون فيه تعب. والتعب ده هو اللي بيعلي ثوابك عند الله، وده اللي بيقوي عضلات شخصيتك وقلبك، وبيربيك على الصبر والإرادة، وبيوسع خبرتك ورؤيتك، وبيقوي ظهرك على حمل الحياة، وفرحتك بعد الإنجاز بتبقى أكبر. عشان كده الإنسان لو شاف المعاناة في كل حتة ده شيء طبيعي، فلازم جنب رؤيته للكبد والكدح في الحياة يرى أن ده من طبيعة الحياة ومن طبيعة علو الأجر في الآخرة. عشان كده سيدنا رسول الله يقول للسيدة عائشة، يا عائشة أجرك على قدر نصبك. نصب يعني تعب، كل ما تتعب أكتر أجرك يكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. وكان إذا سئل عن حاله يقول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على كل حال. وتيجي النصيحة النبوية للشخص اللي دايماً بيستدعي المعاناة، ودايماً شايف أنه مطحون، ودايماً شايف أنه مضطهد، النبي يقول له، انظروا لمن هو أسفل منكم، ولا تنظروا لمن هو أعلى منكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. في وقت من الأوقات بص للي بالنسبة لك مطحون بجد، في وقت من الأوقات بص للي بالنسبة لك متألم في مرضه بجد، في وقت من الأوقات مش دايماً تبص للأعلى، في وقت هتحتاج تقول يا ده أنا ساكن في قصر رغم أنه بيت عادي، لما تشوف اللي بايت في الشارع. وأجمل كلمة بسمعها من واحد من أصدقائنا دايماً، رغم أني عارف أن شركته بتمر بمحنة، أقول له أخبار الشغل إيه، يقول لي الحمد لله أحسن من غيرنا. شوف، أحسن من غيرنا رغم أنه بيعاني، لكنه يرى أن الحمد لله برضه بنتعب، طبيعي الدنيا. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك إزاي تطرد المعاناة من حياتك،
إذا رأيت مبتلى في صحته ولا في ماله ولا في أي حاجة تقول جواك كده الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به عباده وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. ياه لأن حالي أحسن من ناس كتير. وده اللي قاله سيدنا داود وسيدنا سليمان، كانوا شايفين النعمة بعين الإجلال. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وده اسمه رؤية النعمة بعين الإجلال ورؤية البلاء بعين الرضا بالأقدار. فإذا فتح الله لك باب الفهم في المنع عاد المنع عليك عين العطاء. فاللهم فهمنا وعلمنا وردنا بما قضيت وأعطنا يا مولانا في الدنيا والآخرة حتى تغنينا.